لو تدروب بي أنا وين صاير الحين. أول بادي بسير ياسمول عندي شغل يبغى وصل أخبركم شو لأجله. متواعد ويا دريول جاي ها هذا على ما تشوفون جاي باللي جور ومن متى يالس يتسحب وحده وهنتين وحده وهنتين وياي ما عنده مال لوكيشن ومن الصبح تشرط حسي وأنا تهندق عليه. الله يحفظكم. لومي اللي خبرتكم عنه لومي كافيار. هذا لومي كافيار الله يسلمكم ريال بحث سمعني وقال لي بيوصلك لين مكانك وحلف مليون دين ويمين يعني ما أطري من وين جاي ولا كان في خاطر يتحيدوني أنا ما أصر سمونها ما أصرها أنا عندي هناك اللي جاياتني صغار أنا متحيدونها وهي ما شاء الله كبارها طال وحدكم كبرها شو تبارك الرحمن اللي بيتوصل ما شاء الله متهر. هذا لومي كافيار ها شو جاء شكله هذا هو لومي كافيار سبحانك يا رب سبحان الله سبحان الله. وهذا الله يسلمكم زيتون ماليزي هب ماليزي قال لي ما ادري والله مال وين قال بتيك هاي هديه بعد من عندي قال لي صدف الزيتون اللي هو الجوافه نحن نسميه جوافه وهم يسمون نحن نسميه زيتون حد من العالم نسميه جوافه يعني لكن ها نمونه غير عاده تبرقتها تختلف وعلمها وخبرها مال ماليزيا ما ادري مال وين قال لي اي والله بين يربه ليش لا. شكرا جزيلا للي طرش. انزين على اساس اني الحين انا ساير ياسمون شوفوا ياسمون وين تنبيت فندق هذا اللي هني ما ادري شو اسمه هذا الفندق واني الحين ساير ياسمول ترى ما ياسمول جيت اول ما فتحوا وهذا كل الحين بالغلط الحين انا امشي يا ابني ابويا المدخل هذا عند الفندق المرات الحين برد ابوي ياسمول ليش ساير ياسمول ساير ياسمول يا الله يحفظكم انس في العرس لقيت ريال شافني لابس شفتوا الجوتي هاك مال النرسات مال الدخاتر قال لي ابو محمد بنعتك على مكان عندهم اشياء اخير عن هذه وسعرهم وافج وبيوزلك وخفيف وما شيء يخف عليه الاتجاه نحو اليمين قال لك ما تروح يمين انزين وبيوزلك وخفيف ورقم واحد ما شيء شراته واسعارهم وافجة يا ربي كم ما ضيع هذا خاداني هو يرمز انزين دلح واسم اسم الماركة كيبوت انا ما كنت خدت من هذا كيبوت يقول ابدا شرات جوتيك هاي اللي انت لابسنه لكن وزنه اخف عندهم نعول وعندهم جواتي وحين عنوتي هاي كلها ابوي لجل هالمكان انزين وبطالع ابوي الهست واشوف ابوي اللي بيوزل اللي باخده حلف مليون يمين بعد انك لا تصير باكر وما يازلك انا هذا مال العلم عند الله يعني انا كسبت الرهان له هو ان شاء الله اني انا بكسب الرهان لا والله ودي انه هو يكسب الرهان يعني يكون يعيبني يعني شو خايش خانت ييتي انا الفاضي يعني ما باخذ شيء يقولون شيء صنادل عندهم وشيء نعول وشيء جواتي ثلاث نمونات وكل واحد ما ادري 200 جرام وزنه ما ادري كم او ان كل هالعرب تلبس منها وانت بلاك ما تلبس منها زين ابوي ما ادري ما شفت ايش قال علم غيب السناب ماك انت تدري غير في خاطري معقول عندنا نحن هالنمونه في اجزاء واشكال لهالدرجه انت مهتم في عمرك الحمد لله رب العالمين طال عمرك شو السبب للجميع و... الحين يوم انا اشوف واحد يهتم في صحته انا والله اكله انا اتحرك تتمرن ويانا في الصاله لا كيف تعرفني انا من متابعينك ايوه انا اتحرك تعرفني في الجيم يوم شفتك تحقق في خاطري انا الله يسلمك من متابعينك دائما اتابعك وتابع فيديوهاتك الله يبارك فيك فيديوهاتك وايد يعني انت بكبرك فنان الله يعزك الله يعزك انت ما من ابو ظبي صح؟ لا من دبي تشتغل ابو ظبي اشتغل ما شاء الله ليش جاي المون؟ جاي بس حق التليفون بدلت التليفون خربان ايه عنده بس اعطوني تليفون جديد يحافظ عليه وافين على طول ما في داعي الله ييسر امورك حبيبي انا اسمك ما عارفه احمد
حبابك مرحبابك وسهلا اخوي احمد. يا مرحبا وسهلا. مرحبا انت ولدي عباره. جزاك الله خير. نعم نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. كيف الخاطر؟ طول عمرك. السلام عليكم. هذا الحين قم عرف كيبوت وين بيدور. كيبوت الحين قايل لي في الدور الارضي. زين. يا ابوك لك المول روحه. المول روحه يا جماعه الخير. يعني سبحان الله. يعني شيء جميل 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. والمو لكن يمكن لاني جاي الصبح ما شايف فيه اوادم وايد. فخامه اللي في الدنيا كلها فيه فخام. بلاد من كبر بلاد ابوك يباله 3 ايام. هذا 3 ايام يباله. شلت تدرون متى جيته انا؟ جيته قبل اول ما فتح بلاد. هاي يباله شعب كامل. يباله شعب. شعب يلا يلا يبينون في مكبره. انا يا ربي كم دور؟ 3 ادوار، واحد تحت الارض، واحد فوق الارض، واحد معالي اللي فوق الارض. شوف اقول لكم. قالنا هالريال ها. وين كيبوت ابويا؟ تحت. شو دله؟ لا. ها كيف توصل لك دون تسير؟ عرفنا تحت بس ما دل عدل. والله صدق. يلا. يلا حياك الله ابو محمد. شكرا حبيبي. شكرا. اتوقع الجاية المول ما بلازم انك تكون تبى تاخذ شيء. يميع الكافيهات، يميع المكان شرح. المكان روحه شرح. شرح شرح يعني المكان. سبحان الله. يخطف عليك الوقت والله ولا تدريبه. مكان كبير بلاد من كبره. والالوان والدنيا يعني والله وايد فنان المكان. كيف انا ما جيت ثاني متى قريت انا؟ الا من بحر لين شرق لين غرب ما اخلي بقعه ما شاء الله علي. وين بيثرني هنا؟ الا هالبلاد هالمكان الفنان ما اطيح. معقوله؟ تثر الوقت مش موجود. الفرصه ويني؟ ترى من حصلنا فرصه؟ وينك يلي ما تضيع؟ من حصلنا فرصة طرنا حصلنا وقت سافرنا. والعالم ولي في الدنيا كلها تي ليه في الدنيا كلها تي الإمارات أبوظبي ودبي والشارجة وملقي وين الفجيرة وعيمان وراس الخيمة. الناس كلها تي ونحن نظهر ما نخلي بقعة ما نعرعر. وليه وخلف خلاف العرب الناس اللي نحن نسير لهم هم يظهرون بلادينهم يوم بلادنا. المكان اللي إذا تضيع فيه ما تضايق هو المول. هو المول إذا تضيع فيه وما تدل يعني وين التساير ما تضايق. ولا تقول في خاطرك بضيج ولا أني عيل. لا يا هي تمشية. أنا ما قالوا حي وحاي وبيع مسابيح جايين حق هالبنعول أو مرة عمرتين تمشي. ويوم بتظل ترى بعد زين تشوف العرب والعرب بتشوفك وتشوف الناس والناس بتشوفك. الحمد لله. حلو والله انك تضيع. حلو. طيب شوف المكان ما زينه. قال والله تمشي السرسيدة يوم بيجيك ستاربكس هذا تودر وتصير يسار عيزنا ونحن نمشي يسار. ذاك وين شفتوا ستاربكس؟ ترى ابوي تمشي سيد 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 ويجي قدامك هذا كيبوت للاحذية. انا ما جديت ولا ستختمني اليوم حين اول مره وبطالع الهست والعلم والخبر وبوافيك بالمستجدة. تحيدون ان يا زلي ترى اخذت وخبرتكم ان شفتوني ابوي ما صورت عرفوا انه ما ياز ولا اخذت منه. خذكم مايوز ريال شفته لابسنه والله في العرس امس عرس المحاربه. لكن يقول ان شاء الله يكون في الوان وبشيركم اللي انا متروع منه. طلع ابوي شيء من هالوان ترى شيء البيج وشيء الاسود وشيء البني وشيء البني المفتوح يا غير هاك مال الالوان
مال الالوان الزغلي مش موجودات، الخضر والاصفر وال ما ادري شو الصليج هذا مش موجود عندهم، لان جواتي رجاليه، الرجال اللي هو رجال هذا لبسه، البني الاسود، البني المحروق، البني الخاكي، البيلياني، هاي الالوان الرجال اللي يلبسونها. الالوان هاي يعني ما بمر رسمي يعني، وهذا ونعولهم كلهن طبيات. زين فيهن انهم طبي حين. شو اسمك انت ابوي؟ طلال. عندك وقت تشرح لي شو نعولكم شو عن كل شريط شرح كامل ليش نعولكم شي بهالطريقة ديزاينهن وطرف هذا غزير وهنيها تغوص الريول، شو السبب؟ أنا شفت النعول من هالنمونة لكن بهالمرونة في النص ما شفت، هاي أول مرة. زين تعطيني ياك زبون الحين، أنا جيتك، أنا أول مرة هيك. أنا مرحبا بك، أنا اسمي خالد الخالدي. شو اسمك أنت؟ طلال. والله والنعم. طلال من هالوين أنت؟ من سوريا. والله والنعم فيك وفي هالسوريا كلهم، على الله يحفظك. زين أخوي طلال، أنا أريد تخبرني قبل وتخبر العرب عن شو اللي عندك أنت وشو يميز بضاعتك عن أي بضاعة في الدنيا العودة. تمام. نزيد وشو صناعتها وشو المنتج هذا، هل إنه للعرب كلها ولا أنا عندي مثلا عندي ولدي أحمد الله يحفظه فلات فوت. تمام. هل عندكم شيء مال فلات فوت؟ هلا هو منتجنا بشكل عام ما له مخصص للفلات فوت، ها، ولكن أغلبية العالم اللي بيجون عند المشاكل بالفلات فوت بده تأخذ عليه بشكل كبير. ليش؟ عشان ال لأنه هو بياخذ اسم التوجه. أيوة. فهنا اللي بيتاحوا عليه فقط ليس استطبابا، ياخذوا لحتى يتعالجوا عليه، بس كريحة للعالم اللي عنده الفلات فوت بيمشي بشكل كبير، أو شغلة اللي بيتطلب وقفة طويلة أو مشي بشكل طويل. نعم. كتير بيتاحوا. إنزين تعرف إن اللي شايلك أمس كنت في عرس المحارب. شافني رجال لابس جوتي قال لي أبو محمد هذا النوعية موجود في محل اسمه كيبوت. كيبوت اسمه؟ كيبوت. 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 وبيوزلك وأخف وسعرهم والم وفي ألوان وايد ماشية عندهم من النوع هذا بيوزلك. هلا هو الألوان المطلوبة بشكل عام اللي هو الأسود والبني والأبيض. وفي درجات من البني. احنا بنعرف التصنيع مالكم من وين والبراند هذا شو اساسه وين تصنيعه اي شركه كل هالمعلومات اول شيء انا بتنقى لبس لو لبستين وبيربهن وعلى ضوءه بنحكم. تمام. هلا اول شيء اذا فينا توقف هون على هذا، هلا هذا نفس الفعاليه تبعيت النقل اللي موجوده عندنا. ايوه حط رجليك زين تحت ريولي. زين كيف احساسك فيه؟ يا سلام، ما بتحس حالك نفس مبدا المشي على رمل البحر او شيء؟ هي والله يعني ها غير نوع. هو هي الفكره تبعيتها انه بتوزع ضغط الجسم كلياته وليس فقط على كعب الرجل، انت بشكل عام وقت تمشي يكون ضغط رجلك مركز على الكعب. أيوة. هذا بيوزع ضغط الجسم على وزن، هذا بيوزع تقل الجسم والوزن على كامل الرجل بحيث أيوة. انك ما تتاثر عليه مثلا بوجع بكعب رجلك، ما تتأثر علي يخفف لك من الوجع مفاصل الركاب، يخفف لك من الوجع الضغط على الظهر. هو الفكرة أستاذي تبعيته تأسست من سويسرا من صاحب الشركة اسمه كارل مولر. إنزين. تمام ما بعرف إذا في وصله. إنزين. هو فعليا السيد كارل مهندس ميكانيكي وعنده هواية بالزراعة. إنزين. فبالمزرعة عنده بالبيت عامل حقل الأرز. فبأيام العطلة وقت اللي بيطلع على حقل الأرز ويشتغل يعني بيلاحظ انه بيشتغل لساعات طويلة 4-5-6-7 ساعات ما بيحس بتعب طويل، ما بيحس بتعب بجسمه يعني. أيوة. ما يعني استعب تماما. انت اذا بتطلع بتمشي مشي عادي سمرت ساعتين ترجع بتحس حالك. والحقل اللي عنده مال رز، الحقل مال رز. ايوه يعني الأرضية المكان مثل الأرضية. أيوة. انا ابدا استنتجت الموضوع هذا سبحان الله. بالاساس مهندس ميكانيكي. هي هي. وشاف حاله انه مرتاح بانه بيمشي بالطين وما تعب ولا في ازعاجات، فحب يبتكر هذا الشيء بحيث انه يكون منتج بخفف من الالام ومريح بنفس الوقت والعالم ترتاح عليه. فتم بحدود السنتين او 3 سنوات لحتى ابتكر هاي النوعيه من السفنج.
انت هلا العالم ممكن تفكرها ان طبقه سفنج عاديه، ولكن هذا اخذ ابتكاره 3 سنوات مو السفنج العادي. السفنج العادي تضغط عليه خلص صار بالارض. فانت بتحس وقت تضغط عليه بتحس انه في شيء كمان عم يدفع مثل فعل. هذا بيساعد على تمرين العضلات، عضلات الرجل، عضلات البطن الرجل من هون. انت عم تدفع الارض والارض بنفس الوقت عم تدفع. سبحان الله. النيو كولكشن الجديد اللي مرة أيد شيء وين منها؟ هاي السود. السود هذول هذا موديل واحد للتعرف. هاي ليش مخبقات؟ هذول مشان للعرض يعني. تماما هذول مو مخصصين للبيع. هذا من ليداد. لا وبعد علا وبعد علا ويفش من داخل. سبحانك يا رب. وهاي ألوانها صح؟ تمام. البني والأسود والأبيض ولا؟ هذا الأبيض اللولي. اللولي هذا الفرق بين الأبيض العادي والأبيض هذا الأبيض الطبيعي. أيوة. وهذا الأبيض مثل لون اللؤلؤ يعني. أيوة هذا لولوي هذا أبيض. الأول أول ما طاح اللون لولوي بضبي كل أصبغت سيايرها كل لون لولوي. تمام. تمام بعد تعرف أخوي صلاح؟ لا هو مكتشف كلمة تمام. بالنسبة لموضوع المقاسات اللي يعني وقت بدك تقيس أي شيء لازم يكون كعب رجلك موجود مختلف الحالة. مثل هذا حين تمام لازم. وكمان هو بنفس الوقت هذا بيتوسع شوي كمان تدخل رجلك لجوا أكثر. أيوة. لأنه بسبب زين لكن حينه حين يوم أمشي يتراوالي شرات اللي على ما أمشي أنا شفت يعني أقولك شو الحين مشي حتى مشيتي يختلفه. تمام. مريح بطريقة يعني إذا بيلس أشكر على راحته وطريقته يوم بتمشي بالنعال يعني حتى 10 سنين ما يسدني يعني. سبحانك يا رب. طبعا أنت صناعة سويسرية أو إيطالية؟ هو المصنع الأساسي بسويسرا. الصناعة الأساسية المعمل الأساسي بسويسرا. ولكن قبل سنتين في بعض المنتجات اللي هي الأحذية صنعت بإيطاليا. فهو المعمل واحد ولكن قسم بسويسرا وقسم بإيطاليا. فبتلاقي أنت على حسب شو مكتوب لك. أيوة. ولكن هو بالآخر كله سويسرا. إيه هذا إيطاليا. أيوة. بس الشركة الأم كلها بسويسرا. زين. زين الحين أنا أبوي أريد من هالألوان كلها. هذا اللولوي هذا وايد اشوف حبيبي فريا يا سلام يا سلام يا سلام. هي الكندورة هي والله مواله مقدر والله اللزين فوق عن الزين. اهم شيء كأنك ما تمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. سحر هو الشعار الشاسع عنا على الشركة ووك ان اير. هي والله انا شو قلت لي كانك تمشي في بحر. سبحانك يا رب. ووك شو ووك ان اير واللي فوق شو كيبورد. هي فوق كيبورد تحت ووك ان اير. والله ما كذب اللي قال ووك ان اير. حتى مشيتي استوت ملكية. يا سلام سلام. بوني ما حد يمشي كثري حينه أقز الدنيا أبوي كلها مشي. وشي نسائي القسم الثاني ونفس الإحساس في وقت المشي. تمام. وشي كعب يعني علي ولا كلها واطيات؟ نفس الكعب الموجود عندي. ما شيء كبا عليوي يعني نفس الارتفاع. أيوة هذا نسائي حينه. حتى في عنا في بعض العالم تطلب للتمرين بالجيم أو شيء نفس اللي دعست عليه أول شيء هذا نفس اللي دعست عليه اول مره مشان التجويف. ولكن هذا بيجي اسمك العالم تاخده احيانا للتدريب بالجيم. العالم بياخذ مثل ما شايف اللي شغله مثلا بيتم واقف او شيء في بعض الشركات مثلا بسويسرا. هذا الحين نسائي في نسائي كله عم الا كون بعض العالم. وهذه جوات كل النسائيات. ايوه بالنسبه لهي في بعض المكاتب بسويسرا لغوا موضوع المكاتب والقعده والكراسي. صارت المكاتب عندنا عاليه والشغل على الواقف على هي الوسائل.
ما بتحس بأي تعب. هي الإنسان بعد شيء يهم غير ريولك أنت يا البنادم، أهم ما عليك روي الجواتي. إحنا هاي الجوات اللي فوق كل ما ريايل هذين، هذا القسم كله رجالي هم بالنسبة للجواتي. هذا رجالي؟ هذا الفجر تحت الجنس كتير جميل. أيوة. هو نفسه ونفسه هذا؟ هذا بعد للجينز. تمام. والله حلو هذا. هذا موديل جديد تم نازل بتيجي من هذا. وين منهن؟ أيوة الفابريك مال شرات الجينز. شوف أنت. دلع يا بوش هذا بعد. ممكن هذا مشان السهولة العالم بتعرف ما بتحب تشتغل الضغط كتير. إيه. فأنت خلاص ضبطت وأخذت المقاس تبع رجلك بتصير تفكه من هون تلبس. شوف أنت. ولو أرضيت نفسها 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 الله زين. خاصة نادرة. تمام. أنت متأكد ما تعرف أخوي صلاح؟ تمام تمام تمام. هو وايد متعاقد مع كلمة تمام يعني. تمام. بعد تمام؟ ما شاء الله يعني. أيوة. هم كلك شيء الأولي ولا الجديد؟ هذا السنة الماضية. لكن حلو يعني. نفس اللي لابس منه بوجلك هلا في من اللون الأولي. أيوة. هذا مال عام حينه. هذا مال عام. ليداد وين عيال منهن؟ مشتاق هذول معنا في هذه. آه كل ليداد. وهاي ليداد. هذا اللي في. أي ما سل خطفتها؟ ها؟ لكي؟ مثل الصندل هو وجودي بنفس الوقت تمام تتحكم فيهم بمقاس الرجل فينك تشيله كلياته وهذا بصير نعم وتقدر تقدر يكون صندل في نفس الوقت تمام شو اسمك انت قلت لي؟ طلعت طلعت؟ طلال طلال زغت طلعت والله الاشياء تحير كانت توصلك هم مديرات لي دادا الحين يا وقت التنقي تعال الحريب وين نعولهم مرة ثانية لو سمحت هاي كل هاي طرفها كل جواتي للمشي ولا الجيم ولا كل شيء وهاي النعول نعول بس هذا الديزاينات اللي عندك حتى ان هذا معزور روحه عليهم هذا جديد جديد قول لي مشكلة المقاس أنا ما أعرفه عادة ويبيونك روحهم بياخذون اللي يبونه عادة حينه قام حينه فتشت الحمار من لوحله أنا وين بأخوز بلقط أبوي كلهم كلهم مريحات وكلهم فنانات المشي هي هي شو المشي؟ شفتوا اللي يمشون على سطح القمر؟ هل يظهرون هاك اليوم كولومبوس؟ هم كولومبوس شو اسمهم اللي يظهرون القمر؟ رواد الفضاء ما لهم اسم غير؟ والله شي ها شفتوا يوم يمشون على سطح القمر هالنمونه زاد ابوي العرب ابوي طاحت بها طيحه امس في المعاريس واقول في خاطري عنبو لا هم ما ياخذون الناس من هاي الماركات الغالي اللي بهاك الحكي ترى ابوي الوادم ما يطالعون الغلاء يطالعون الراحة هي والله وانا قابض هاك الدهر بطوله جالس على هالمنوال قم عاد الحين الاختيار هو الصعب لك انا ابوي بتنقى من كل ما تشتهي النفس راحتي وقرة عيني راحتي وقرة عيني احسن لي من لبس الحريري نعم ابوي ألد العيش ما تهوى النفوس وباخذ ابوي الشيء اللي قلبي يباه واللي ريحني واللي انس ريولي فيه تسلت
وطي اليديد وسرع يبي شليني مسكت العودة عند الدخاتر والطبيبي. يا رجل الله يبت خبيس وين يا رجل الله الله يغفر لك يا بوج رمة عظامك. كم فرع عندكم؟ سبعة. في وين؟ بياس مول وبي أبو ظبي مول. أها. بالسوق المركزي بشارع خليفة. أها. باريس قلبي بالخالدية وبي أبو ظبي. أها. وفي عنا بالعين بغيمان مول. أها. بالصناعية. وفي عنا بدبي بالسانسيت مول بجميرة وبالبرشا مول خلف الإمارات. وليش صار عمرك أنا وين أسمعك؟ كل اللي قلته عيد مرة ثانية بصوت عالي. الحين العرب يبون يسمع. أنا عدالك ما سمعتك. أبو ظبي. هي. بياس مول. هي. أبو ظبي مول. السوق المركزي بشارع خليفة. هي. وباريس قلبي بالخالدية. ودبي والعين. دبي بالسانسيت مول بجميرة وبالبرشا مول. وبالعين بريمال مول. وين؟ بريمال مول. بالوين؟ بريمال مول. يمال؟ حب الحرف الراء مش موجود؟ وإن شاء الله بعد شهر أربعة بالشارع. ما شاء الله كفو كفو يستاهلون بأهل الشارع. السلام عليكم. ايش حالك حبيبي؟ كيف انت؟ اخذتوا له نعال؟ بتاخذوا له؟ ايه. شو اسمك؟ علي. ها؟ علي. علاوي حبيبي. ايه. ايه. كيف حالك؟ بخير انت؟ الحمد لله الحمد لله. على الله يعافيك يحفظك ان شاء الله. يطرح لك البركه في علي ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله. يا شام حبيبي الحمد لله. ولد كبدا انت يشابهك. اي والله الله يخليك ان شاء الله حبيبي. هاي روح اللبستين زين وهني هذيل خدت على فكره الجوتي هذا ها وايد يازلي. افتح بسرعة خلنا راوي العرب. عيبني وفنان وللجينز وللجيم وللمشي وحق كل شيء. ولل من كثر ما رمست وياك تخلي حتى لساني شرط السوريين لل هي للجينز وللجيم بس هذا حتى وهذا ها ها بعد لبستين حق ابوي صاحب صديقي على الله يحفظه اللي يودن بيتي من متى من اربع خمس سنين ما دليت باب الشبره وين مجبل يعني الله يحفظ ابو محمد هلال. نقينا له لونين وانا بعد هني اربع خمس لبسات وهناك بعد اربع خمس الوان يعني خدت ابوي من كل الالوان كل الالوان اللي في خاطري اخذت منها. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شو بتكتب على الكرتونه هذه؟ هلال بن محمد النوخذه. اكتب النوخذه. هاي ها خدت من كل الالوان كل الالوان اللي اخذت من هنا من كل لون ولون ها كلها اسعارها موافقه ولا حد يسالني بعد على كم لاني ما بخبر اللي يبى يروح يتخبر. عيبني عيبني وايد بقى. ما عيبني شويه اقول كانك تمشي في الهواء. ها مال ذكروني في ذكرني سمونه رجل فضاء اللي يمشون شي الشارات اللي بدون جاذبيه هالنمونه. والله العظيم ما قص عليكم شيء عجب. وحده بس لقطوا المقاس موجود في الفرع الثاني وبيطلبونه بيجيبون لي اياه للبيت. روحهم قالوا والله ما قالوا الا روحي قلت قالوا خلي بتجيبونها انتم البيت لو خلي الدريول يجيكم المحل نعال السوداء. ها نعال السوداء وين بدله؟ زين بارك الله شكرا. بعد ابوي ترى حق ولدي سعيد ولدي احمد يعني واحد بعد صاحب صديق من الشارجة على الله يحفظه يعني بعد انا غني واحب هديه عندهم لكن بعد يوم بيحصل لهم شيء بيوز لهم العرب. يعني انتم يليج في عقلكم اني انا برد بالنعال اللي انا جايب لا بظهر ابويا بهذا باللولوي. اسمي بعد مصيبه. شو اسمك؟ انا طلال. شكرا يا طلال مشكور شكرا جزيلا وغلبناك. كل احد يسالني على اسعار ابوي اللي يبى
يدخل بإنستغرامهم وأسعار شيء خصومات ولا بلية خصم؟ حالياً ما في والله، بس إن شاء الله بعد الفرح خصومات وكل شيء بلا واصلها. زي 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا جزيلا. شو اسمك انت؟ اسمك ثانك يو بلال. بلال ما شاء الله عليك يا بلال، شكرا بلال. ثانك يو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. شكرا خيو طلال، بارك الله فيك، مشكورين. يلا شو اسمك انت؟ بلال. انت اسمك يور نيم بلال؟ بلال. شكرا يا بلال، يلا بارك الله بتعبك معنا. والله حتى طولت زين فيهن. علاو علاو كأنك تمشي في أرض شرات التبن فيها، ما تعرف كيف يعني شرات. المهم رجل فضاء رجل فضاء. شكرا بلال، بنتعرف معنا. السيارة وين بليس نضيع يا عاد ايش بنسوي؟ عندنا الوقت ابوي ونحن اللي عندها البنعود، وأذن وظهرت العرب من المسايد ونحن ابويا اللي عندها البنعود. والحمد لله في كل مول في كل مولات الدوله في جميع الادوار، كل دور في 3 و4 مصليات مسايد جزاهم الله خير اللي مخططين هالمول في كل مكان، ويحطون مسيد ويحطون. حتى اقول لكم مشيتي والله العظيم يا مشيتي اختلفت ترى، على فكره خلف المسجد تقولوا ما قلنا لكم، حتى المشي تختلف. ليحيد عمر ما يبقى مشي تختلف، لا يلبس هالنمونة هالنمون مشيك بتختلف للأحسن شيء طبيعي. شكرا يا بلال، شكرا يا بلال، تعبناك يا حبيبي. Thank you very much. I don't know why I thought you speak Arabic. I thought you speak Arabic. You speak Arabic? Thank you very much بلال. الزين في النسمو إن من يصير يومين أبوية تدقها وبدأت تقول لك هي والله إن شاء الله، هي والله ولبيه سيدة. روح أبوي ترتب سامانك وتفتح خطر عليها ترحب. ما شاء الله عليك يا النسمة. شكرا يا بلال، Thank you very much، بارك الله فيك. أيوة يا سلام يا سلام يا سلام، حافظ الله عليك يا النسمو. تسمي تكي ابوك في البارك، نروح لها هيبه رنقك روحه ورزتك يا النسمو، لك هيبه مسوي وقار علم وخبر. تعال تعال، وين سرت؟ تعال ابوي تعال، بارك الله فيك، تعال كم هي. هذا سعيد بن خالد، السلام عليكم. عليكم السلام. جاي من شو اسمه؟ لندن. لا تجنيد. ما التجنيد مرخصينهم اليوم، وسويت المفاجأة وخذت لي شراط النعال هذه. هي بعد حبيك مجلوبة. هي والله زين، خذت لك لون أبيض. يلا لازم تلبس وتلبس ناقل إن شاء الله. هي زين، يلا بس برايكم جاي بتغدى وبصلي العصر. إن شاء الحين انت منو؟ شو اسمك ابويا؟ محمد بن مويد بن سلطان الشامسي. ربيع ولدي سعيد. نعم. وتغديت ولا لا؟ احنا ذوب نتغدى الحين. وين بتتغدون؟ بيت ابوي ما في غدا، سايرين العين كلهم. شي ابوي مغدى البشاكير، تبون جد البشاكير بعد؟ الله ييسر اموركم. انت وياه في الجيش؟ لا لا، ها. لا ساير بريطاني يدرس الشهر الحين قبلك. شو ساير تدرس؟ بدرس بزنس مانجمنت، جلوبال مانجمنت وفاينانس. ما شاء الله يا بني شامس، وين بيصكون مره هناك مانجمنت. الله عليكم يا بني شامس، ما تنغلبون. يلا الله ييسر اموركم ان شاء الله، امرك المسلم. زين وانت الحبيب من تخلص هذا ما جيت شو بتسوي؟ صاير ادرس برا. وين عاد بيلحق؟ نعم. شو شفيلد. ها جامعه شفيلد. شفيق منو؟ شفيلد. شفيلد في وين هاي؟ في بريطانيا. شو اختصاص؟ اختصاص هندسه ميكانيكيه. ايوه وانت؟ جلوبال مانجمنت وفاينانس اكاونتنج. شوف انت ما شاء الله عليك بقداينه سوتيه. هذا شو اسمه؟ بروكلي وشوربه بروكلي بعد مقير، كله بروكلي وبروكلي.
بنيوك بنتينهن. مش مني لهناك؟ سرتي سر وتعال في دمك، ما كانك رجل فضاء، شيء مثل فضاء صح؟ شيء جميل. ها انا اخذت ابوي هذه، ها واخذت بعد شرات مالك كان على فكره. يلا ملبوس العافيه. هديتك انا نسيت اصوركم غدايه. هذا ابوي مكبوس الكنوه، فوقت الكنوه، فوقت كنوه على ما تشوفونها. هذا الدياي مال ما تشوفون، شوف بالحد دياي ما زينه، مال دياي شركة دار زود، ماشي شراته اللهم لك. والله ما تتصورون فوقة الكنوة لأي درجة لذيذة 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 لذيذة، يعني العرب يسوونها برياني، لكن أنا يوم قلت لهم يسوونها فوقة والله وايد لذيذة. يعني الحين هاي ثاني مرة نسوي كنوة فوقة في خلال أسبوع أو عشرة أيام. هي شوفوا نحن نسوي هذا مشواي، قطعون الدجاج يشونه وعقب يفوحون نص فوح هذا ويشبون عليه ويسحبوا الصبوع عليه فنيال ماء عبا فوقه، يا غير بدون لوم اليابس وما لوم يابس، بالرغم ان لوم يابس من الاساسيات الفوقه، لكن يعني بنعمل فوقه. هذا ابوي نصيبه اللي بيطلع مخر باقي شوي بتغطى الشمس، وايد ابطيت عزمت السحب وحده هنتين وخطف علي الوقت. يا بوك سيرة شو اسمه سيرة المول، سيرة المول مفروض يجلس 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، أرومي ثلاث ساعات. هيك تنقيت شيء يا ابني، تنقيت شيء تمشي على الأرض ولا كأنك على الأرض. هي والله هو كاتب اللي مكتشف النعول هاي، هذه مصنعينها ووك ان ذا اير، كانك تمشي على الهواء، وهو الله العظيم من الصدق قرب الله تمقواها اللي اخترع النعول. يعني يابها صحيح المسمى، ياب صح يعني على الوتر الحساس، يعني صاب الهدف بالتسميه المشي على الهواء. المشكله وايدين يقولوا لي ابوي انت اخر من يعلم، نعولها معروفات عند العرب كلها، الناس الكبار والصغار كلن يعرف عنها. انا يقول ما اعرف، الباحة خبروني واليوم دريت. والله يا ابوك يا قبلي اني ما اعرف، لو اعرف اخليه هلبي يفوتني، ما بخليه يفوتني. المهم ان عيبني ويا زلي، اخذت حق ولدي احمد، اخذت حق ولدي سعيد، اخذت حق وين ابا صلاح، ما اخذت له صلاح، ما اخذت له ان روح ابوي بيصير وبيشتري روحه. صلاح ابوي عنده بيزات ولا في حياة حد ياخذ له ويعيب روحه، يصير ويشتري ويحاسب، يعيب يستمتع يوم يظهر فلوس ويكاسر ويدفع عند الكاشير، هو يحس بمتعة. فلذلك روحه بيصير وبيشتري حق عمره، يعيب روحه يتنقى. شوف سبحانك يا رب، شوف ما زي منظر الغروب، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، سبحانك يا رب. اليوم طحنتنا العرب طحنه، ما ذهب الشارع متى بيذهب الشارع، وكله وجبود الشركة واللي يشتغلون فيها، كله وجبد هل بالشركة واللي يشتغلون فيها، متى بيذهب هالمشروع خط قويفات، ومتى بيذهب كم علقه وكم تسبب انزين. هذا في أثناء الإنجاز، الحين من افتتحوا بيدور عليه حول عنبوك، يا لك انتوا تتنقمون، ما واحد فيكم يقول الحمد لله رب العالمين تم الانجاز، وشارع يستاهل ان الابطه وفي خدمته، وشارع يخدم، وشارع يخدم هالكثر منطقه، وسد عن كل قصور. يعني ما رمتوا تشكرون، يعني رمتوا وتعذربون، شكر ما شيء، انتوا الله اكبر عليكم. سبحان الله يا اخي، يا جماعه الخير، ترى هذا الشيء ما بزين، انك انت يا الانسان هيداك اللي تتنقذ، ويوم شيء فنان زي هذا شارع دولي، هذا ما بشارع ولا شوارع عادي، خط دولي، لين ما حمد تك سلف من هالمكان ما يوجف بك الا دون المسجد الاقصى، هذا خط دولي، اولي من الفجيره ونهايه ابوي عند المسجد الاقصى في القدس، شو التحرر؟ هذا خط دولي ياخذك
سمتين وحدة. زين منهم يا أبوكم اللي أنجزوا هالشارع؟ شوفوا كم عرضة، خانة خانتين ثلاث أربع، وطواري يمين وطواري يسار، من غير السور، من غير الأنفاق، من غير طحنة الزمان والباركنات، المواقف الجانبية، هذا كله ما حسبتوا الحساب. هداكم إلا والله أبطوا في خدمة الشارع وما خلصوا الشارع وما ذهب الشارع، وحطوا في الشركة الشوج المتنجس، حطوا في الشركة الشوج المتنجس، ما فيها عيب ولا فيها منقود ولا منها مكسور فقارة يا غير، تموا يشتروا لهم من السوق سب وتعذريب ويكودوا لهم شي في القون وشي في قناج وشي في دواري وشي في القون. في القون هي والله القون وديتين ما علي، الأوليات صين والثانيات تنك. ما تغلبوني اللهم لك الحمد. هي والله وتموا يعايرون هل بالشركة يوم انتو تتمطمطون في خدمة الشارع لو في البلاد الفلاني يخدموه في كم من شهر وانتو كم من سنة ما خلصتوا. زين ابوي ترى طبيعة البلد تختلف، هاي صبخة، الصبخة هاي لازم كم متر يحفرون تحت، كم كنكري لازم يكودون، والكنكري وين كنكري ترى اللي قربك انت حين بتيبه، كنكري بوي في راس الخيمة واللي في الجيرة وعمان ماشي والعين، وين عندك حينها انت كنكري وحصة وصلابيخ بتكود تحت لمدة 400-500-700 كيلو متر؟ زين منهم والله اللي خدموا هالشارع بعد، لا والله اللي بيض الله تويوه، بيض الله تويوهم وما قصروا وكل زين وكل قاوي. واللي عربون ابوية لو يسووا لهم ابوية كل كيلو زمرد وكيلو ياقوت عن التعذريب لا بد اعذر. هي والله صلاح ما بتعرس؟ ليش؟ شو يعني هذا؟ شو يعني؟ بندور لك واحدة بنت حلال. منو بيقص؟ خالد. لا خالد لا. انتهى، بقول لك حلمة تمام. حلمة زين. اليوم في خط دولي طوله طول وعرضه عرض، وجميع الإنارات والليتات والجسور والكباري والعلم والخبر. أي بلاد في الدنيا العودة فيها هاي واي هالنمونة؟ خد دولي في ليتات هالنمونة. والله يا أبوك ما استوى لا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في أفريقيا ولا في آسيا، ما يوجد إلا في الإمارات. خد دولي إنارة هالنمونة. انتوا يا جماعة الخير شرجوا وغربوا سيروا أي بلاد في الدنيا العودة، مستحيل تلقطون خط دولي في إنارة بهالجمال. شارع مرصوف حديد، هذا مصاد الرياح ما يسمونه، هذا اللي في النصيف اللي بين الحديد والحديدة صنقل. شو بقولكم أمور يعني منو ييسر؟ خيب طيارة. شو بالله عليكم مسجات، مليون مسج ودي وحدة يكرهوني. شو بالله عليك شيء يعني مهول، كباري ودنيا وتسورة وانفاقة ومستكثرين عليه 3-4 سنين. والله لو أنا اللي أخدم هالشارع ما يسدني 50 سنة. هي نعم أنا أبو ترى بباب كيلو ولا كيلو وينهن بتحفرهن، كم أمم اللي ماتوا وهم يشتغلون في هالمشروع. هي نعم اللي يشتغلون من عود وصغير وناس حيت وناس ماتت وهالشارع بعد ما ذهب. شو السبب؟ لأن كواليتي أبوي، كواليتي النوعية ممتازة، فلذلك أبوي لازم الخدمة الممتازة، خدمة زينة الولايتية لازم تبطي. حبيك كوع طبيزة إلا مني وطريج الخدمة. شوف أنت لكل الزمن، لكل الزمن ناهيك عن عوامل الطبيعة. الحمد لله يا أبوك من ذهب هالشارع، شارع الله يرحم من قضى ونحبهم عليه، الله يغفر لهم ليه قضى نحبهم على هالشارع، والله يطرح البركة ويحفظ كل من توطى سيارته على هالشارع ويحفظ عيالنا وعيال أمة محمد أجمعين. إيه والله هالشارع من الشوارع المهمة، من أهم الشوارع
يوديك ريوة ويوديك طريف يوديك بدع زايد يوديك برقة حبشان وسقاتش السيليا برقة طريف من الظن إلى خيمة الظلام الله يرحمك يا ظلام ما بتيه ذرها سقاتش السيليا برقة طريف من المطبخ إلى خيمة الظلام من المطبخ إلى خيمة الظلام ها من قصيد لولي ها قصيدة حياة الكندي عدنها في ظلام ظلام هذا يعني الله يحفظكم الله يغفر له توفى من هالبنج عند اخته يسمونها يرادث توهم متوفي من زمان يمكن حوالي من اظني 20 سنه لو 17 سنه اظني حول 20 توفوا من 20 سنه اظني يراده قبله متوفي اول بادي تودي توفت يراده ساكن في السليمات يراده توفت قبل يراده بالخبيث الله يغفر لها اختك انت يا ظلام وظلام خلاف توفى خالهم يسمونه عبد الله الدولة كلهم يردون من هالبنج كلهم من هالبنج لكن استووا وعاشوا ودهر دهر ايام الاوليين عايشينها في ابو ظبي وكانوا ظلام هذا الله يحفظكم كان طباخ في طريف وعنده خيمه ويطبخ في الكمب هو طباخ طباخ رسمي يعني ما بكيتشن بوي لا طباخ فرق بين الكيتشن بوي المساعد والطباخ ظلام الله يغفر له من الطبابيخ الرسميين وكانت البدوان ما حد في الدنيا العودة المديرين الأول يشتغلون في طريف حلب كناور ويعني الأول الناس عايشة على يدرولون كلهم اللي هتشوفهم حينه نحن أنا وأنا مخنثنا الأول كل مغلبيتهم دريول ولا معيوني ولا سويبري اللي هو يعني المراد ما بهذا الموضوع هذا حتى حين جالس طالع مو بالله عليكم ظلام وين في يلتفت عاده هنا حينه لا في يلتفت ولا سياته المراد يا ربي حليه ما يخيس عاد فقد الأمل المراد أقولكم أذن لهم شيء طار أجيب إيه وتتيامع العرب كلها بوي عند ظلام كل نبوي يسير المطعم يحطونه كلهم العرب كلها بوي يطبخ يغرف للعرب كلها ظلام للمجموعة يعني للعماد ويرفع الله يحفظكم لمنو الربعة اللي يوني يرمسون عنده في الخيمة في خيمة الظلام تتيامع أمة لا إله إلا الله ما يأكلون ويا العماد يجون عنده الخيمة عنده خيمة قصايب يعني من الخيام الأوليات المراد العرب كلها أبوي تيامع عنده ويجلسون يتسامرون اللي من غياثي واللي من بدع زايد واللي من الفجيرة واللي من دبا واللي من خورفكان واللي من راس الخيمة وكل هالعرب أبوي تحب الآدمي راعي الضحت والسوالف وحياة ظلام كان راعي ملتقى وضحت وسوالف عندك ودونك وتيه العالم كلها من عرب وأجانب يتيامعون عنده لين الساعة 9:30 بس اختلت العرب رقدت لأن ينشوم الفير ينشوم الفير الأول ويتيامعون عندك انت يا ظلام فظلام يجيب شيء يسمونه المندازي هذا الله يحفظكم الخصوصي شال للمندازي المندازي يعني الشيء الخاص السبيشال يعني الفي اي بي فيطبخ جدر في اي بي الفي اي بي هذا يشل بويه فوق راسه يسوي تشيشرات التاير الصغيروني مال سيكل بيدر مال مثل التاير صارت مثل العمامه مثل طوق مال العقال يحطه فوق راسه ويشل الجدر هاك العود فوق راسه ويمشي المطبخ الرئيسي لين خيمة الظلام انت يا ظلام هذا ليه خيمتك أتي العرب عادة اللي بربابته واللي عد القصيد واللي راعي سيع واللي راعي يعني شلات اللي عد يعني تتيامع العربان عنده وكلن يقصقصته ويرسون يسولفون يتسامرون ظلام الله يغفر له كان يدوخ قدو يعله الجنة ونعيمها كان دويخ قدو والجماعة اللي من غير الأول القدو يسمونه شيخ الميالس قدو يسمونه شيخ الميالس الأول قدو لحنة ورنة وعلم وخبر
يوم عاد يجون جماعة اللي من الشرق من الغرب قالوا إيه عاد اللي يقول لي ما يعرفون للقدو هاي الحل البرو اللي منك عاده قال لهم عاد ظلام شعرف البدو بالقدو شعرف البدو بالقدو اي والله ولا هو القدو مسمينه الأول شيخ الميالس ويوم بيجي البدوي ولا الإنسان اللي من بعيد يبي يدوخ يروح يدوخ مدواخ ويشوف قوم ظلام يدوخون قداوة قال بدوخ من يدوخ هازم يكح ويسوعل البدوي نش عاد الحياة ظلام قال شعرف البدو بالقدو وصارت هاي الرمز من هاك الوقت. وهناك رجال يسمونه عبدول بعد عدال خيمة الظلام عدال خيمة الظلام واحد يسمونه عبدول واحد بعد بالجماعة الله يغفر له قال لو ما لقدوا ما عرفت الناس عبدول ولا تعنت له خيار القبائل الأول خيار العرب خيار العرب يتعنون حق خيمة عبدول شو السبب القدو والقهوة الحالي شو ماء وشكر وجرفة جرفة عيدان يفرحونه ما يحطون شاي الأول جليل اللي عنده شاي وأغلبية الوادم حتى في المناسبات يشربون الحالي إيه والله لو ما القدو ما عرفت الناس عبدون ولا عنت لخيار القبائل يتيام غربك الله يا القدو إنك سويت حنة ورا ورومر نسعى القدو من ساعتين يلا بس بقولكم لك مسج يا يتخبرون عن المكينة مال الإكسبريس اللمسية اللي في بيت قبن فري أنتوا تشوفون هنها مكينة ولايتية إنها تحمس وتلجم وتطحن وتصب يعني هذا كله يعني منور مو بياخذ أبوي هم حد أبوي هب كل شيء تحرونه بهانس هذا أبوي شيء يوقف أبوي بعدالة ما بكل شيء لازم يروم ياخذه ولا يتخبر حتى عن جيمته ما بعدل انك انت حب التخبأ تشوف ان الشيء هذا شيء ولاتي بالقو وهاي الاشياء الانسان العادي ما يروم ابوي ياخذها ياخذون ابوي الكمبنية ليه ابوي ما تنقز الا السمين وهاي ابوي المكاين بهاي الحكي بعشرات الالاف ما بألف والفين وخمس وعشرة عشر اللي ابوي بعشرات الالاف ما حد يروم ياخذ شيء بعشرات الالاف الا الانسان اللي يهد عليه البيب ولا عنده ابوي ناطحات سحاب يهد عليه البيب ولا عنده ناطحات سحاب المقصود بهن الابراج هذا ابوي ليه دخل ولا اللي مثلي انا ومثل الناس العاديين ابوي اسكت ناخذ المكينه هاي 700 درهم 1005 نفاد بنغمض عنهم يا غير بناخذ مكينة سبريسو بعشرات الالاف لا والله ابوي تقص ابوي السجين من قوة انصابها يوم انصاب قوي قصت السجين يوم انصاب الابوي مجيوت عليه هدوب وخيوط وموسر الانصاب موسر توسير وين عنثر الواحد ابوي ما حريرهم ياخذ هالاشياء الا الوادم اللي مقتدر اللي عندهم شيء تول يعني عندهم شيء فايض الله سبحانه وتعالى يحب يشوف نعمته على عبده وحب ما يبخل على عمره لكن منو هب راس مالك 10,000 في البنك بتصير بتاخذ 7,000 مكينه وتتم تدير عيونك ولا عندك 100,000 بتاخذ سياره ب90 وبتجلس تدير عيونك راس مالك 10,000 لا والله باخذ ابوي من كان فقير فلياكل بالمعروف الانسان يمد ريله على قد الحافه ما ابوي ترى الثوب الطويل يترك واحد ما يتغمص شخصيه غير شخصيته ولا يلبس ثوب غير ثوبه ولا يرمس رمستنا ما برمسته ولا يعد عمره في تلت ما شيء كبرها او يعيش في خيالاء وصف ويعيش ولا يغدي شرات هذا ترى فقير الغراب يقول لك الاول مشيت ما شيء شراته يحاول على مشيك الغراب الاول مش ويبى يتعلم كيف يمشي الطاووس يبى يتعلم مشية الطاووس ما
علاج فرض الله ورضى بقسمة الله سبحانه وتعالى. قربك الله يا غراب، قرب الله الغراب ما بهيد. تعرفين شو سوى؟ تم يقلد مشية الطاووس. انسى يشوف وجهك انت، ايش قال لموت ايش قال بتمشي مشية الطاووس هذه؟ المراد شلكم انتم فراطوي من الجيس والقراطيس، لا قبض مشية الطاووس ولا تم على رسله مشية الأولية. رب العالمين صخبه هازم يمشي وينقز مشيته. شفتوا وش قال ينقز؟ كيف تنقز يا الغراب خورب اسيدو خراب؟ هنمون حين هنمون حين حد من العرب ينسى تخاليف يدانه وينسى عمره وينسى عاداته وتقاليده ويلبس شيء ما يخصه فيه، ولا يوهدن عمره في جو ويعق عمره في تلت ما شيء كبرها. هذا الله يسلمكم مسلمين. سايرين الهند مجموعة، أنا اسمي خالد أحمد عبد الله الخالدي وفلان فلان 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 وفلان يعني على هالمنوال العرب. هذاك ربيعنا اسمه بو شوي قلج المراد، أقول له فلان كيف يعني أنت مسجل اسم حجرك بهالنمونة؟ يعني أنت اسمك فلان فلان عبد الله فلان فلان عبد الله، شو مسجل اسمه في الريسبشن شريته؟ شل اسم اللبو يستعر منه، كتب فلان فلان آل عبد الله. أول عسب يوم حبيت خبر عني يقول لهم أنه آل عبد الله، كيف واسم اللبو وين وديته؟ أبوك اسمهك الرجال اللي محد شراته كريم أبوه، غير اسمه أبو غلج. كيف يعني؟ كيف يعني ودرت اسم أبوك؟ شقح الاسم اللبو خلى اسمه وصار سيد عفلين اسم اليد. واللبو وين صار اسم أبوك؟ الحين نحن من يوم نحن يهال ما نزقرك أصلا اسمك أنت روح، نحن ما نزقرك به، نزقرك باسم أبوك أصلا لأن اسمه أبوه مميز ما في أخبر عاد باسم أبوه. نعديت اسم أبوه بيأكلوني والله يقتلت يعني وايد وحتوها وبيزعل علي ما. واللبو له اسم، اسمه اسم اللبو فنان يعني أبوه كان فنان يعني عليه الجنة. أبوه محجراته، أبوه محجراته. يا ربي إنساني حجني، خلونا غير الموضوع بحي شوي وبعد السالفة الأصلية لك على خير لي ابويا ما عدها ما فيه زين. يا ربي الرمسة فيه بالرمسة هو رقم وايد يعرفون الموضوع من الربع الأولين كلهم يعرفون الموضوع عايشوه ويانا وانتشر السالفة هاي انتشرت في الثمانينات وأوائل التسعينات عرفت الدنيا كلها يا غير حقه استوت مع التقادم والتناسي نسيت العرب السالفة. اي والله الاول البلاد من تقول شيء كلنا نعرفه وصاح نقع بصايح والناس كلها عرفته، الحين الناس كل اللاهي في نفسه ما حد متفيد ولقيت الجماعة يتريوني مرة عند الكهز البابا عند جوه زين اصبر على ما عرفناكم انت منو؟ محمد بن سيف بن نعمان والله والنعم. عيسى العامري والله والنعم. انت ابوي عبد الله ولد احمد الصيري والله والنعم فيكم. كيف حالكم؟ انتم حابسين لي هنا عند المدخل؟ الله فيكم قريب كل شويات. قالنا هزاع، قالنا انك هزاع هزاع قدامه؟ والله حد عنده لو روحه؟ عمر اخويا ايوه الله النعول وين وصلت؟ وصلت لين الشويهات يا زلك ابو محمد؟ مشكور ابو محمد. شويه صليج بعد فيها، ها في شويه صليج. الحين عاد المشكله؟ اي ما بظهر وجهك ولا ما ظهر والله باصل مو كذي ما بضحك خصوصي قدر علمتك. بسم الله عليك كل ما فيك زين يا ابو محمد. زين الحين الحين محمد حسين المشكله هي محمد حسين الخوري نفس ترى نفس قياسك ايه ايه عاد هاك اليوم ماخذ لي شريح بناخذ له مكان الشريح ليه خده بناخذ له مكان الشريح بناخذ له لبسه يستاهل والله يستاهل لا يستاهل. زين الحين ابو محمد كيف مع ابو خالد محمد الخوري؟ اي نعم تعرف انا اخذ لي خلاص بركاتك انت
لا يا متناغمين. ليش بعد متناغمين؟ زعلان زعلان مني ليش سميت بهاك الاسم اللي ما ينطرى بو نقط بو خالد. لا هو ما هو اسمه صدق بو خالد. نحن سميت هذاك بو الاسم اللي ما تقال من ناكي ما عليكم منه. هذا ما بغيت تحت قرب الله والله ولا زقرني محمد. ها شويته زهبنا شوي لو بعده. اسمعي طشطش ابشروبه بعد ما شل عن وينك تعال. عليكم السلام. تعال محمد تعال 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 عيب عليك محمد. يلا تعال تعبين طعمه شوي. عليكم السلام شحالك محمد؟ نفر يقول تعبان داخل المستشفى امس. نفر يسوي فيديو انت. ايه انا ما الوم صديق ما لين فيه والله ما يسوي شيء. ليش؟ عشان ما في زين. ليش؟ ليش نفر الحين ما الوم؟ هذا نفر مين؟ هذا نفر وين يروح؟ هذا نفر قولي تال تال تال. وين خالد ما الخالد؟ اول ما يشوف صوره ولا انا اول ما يسوي كلام سيدر تال تال. زين. وين خالد ما الخالد؟ قول والله. مال وين هذا نفر؟ هذا نفر من المستشفى. يشتغل مستشفى مرويس. ايوه. زين بسرعه خلاص جلدي سوى الخلاص ولا تاخير؟ لا هذا انا فرصه مسايده بعد شو تحسن من هالشكل بعد؟ لا. اذا انت روحك ساير دكتور ثاني. هي هو ولا لا طالع طال بسرعه خلاص. شو ايش قايل؟ زين ولا ما في زين؟ اول انا اروح دكتور ثاني هذه 3 شهر دواء. هي الحين هذا دكتور هذه 1 شهر. الحمد لله. زين دواء مال شهر احسن عن دواء مال 1 سنه. هذا لازم يريد 3 شهر مرة واحدة عشان دوم تو تشيكينج. هذا 3 شهر دواء. أيوة. هذا نفر أتي دواء فترة ولا أنا علي دواء شهر بعد روح يجي ممكن 300-400. ليش؟ ليش تدفع فلوس؟ شوف شوف ادفع فلوس كيف دواء واجد ميتين ممكن 5 درهم دواء. دواء مال الحكومة؟ لا دواء مال أنا. أنت أتي أنا أتي فاكت واحد. هي. أنت جي حكومة أنا شوف كيف كيف يعني؟ ما سيقولوا دولار؟ ناني منه؟ كيف أنا ما فهمت؟ أنا اشتري دواء. إنزين. دكتوراتي دواء. أنا دواء يجي ممكن 500 زيادة. خيبة. والله. ذهب. سونا. سكر. ما سكر؟ إيه. ما سكر ما الكوليسترول. إيه. هذا. إنزين يلا. أنا أمس زيب دواء. إيه. ميتين. زين انت معاش وايد مالك الحمد لله. الحمد لله. شوف انا الحين واحد شهر زيب يا دواء 200 درهم. زين بعد سو فاس 3 مكان سويا يجي ممكن 120 درهم. زين في ورقه مني بس شيل ورقه مال الفاتوره. شوف ورقه مال الفاتوره ودي حق ارباب. مين ارباب؟ هلال. انت لا انت ارباب مالك انت هلال. انا ما انا رب شاكير هناك في البيت. لا 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 شو يقول؟ شو تقول انت؟ شو يقول؟ بترول. ايه ليه ما عليك؟ ما شي شعري اليوم؟ هاي سولي سولي يا سلام ما يبالك لا سولي وصافي وبزح قابض ما حصلته؟ لا شوف اذا حصل ضابط حقينا في حبل داخل ان شاء الله. ينام ينام هذا اللي هنا هنا والله ينام في حبل. اسبوع اللي فات ما في حبل والله. علي صافي ما في شيء زياده. لا زين لك انا زين بعد سمن اكثر عن شيء محمد. شو تبغى السمن؟ كيف تنمو تبغى السمن يعني؟ الحمد لله زين. انا واحد في بيت زين دواء. هي اسم انت شو قام يجي زين. اول بابا يقول انا اجيب بلاش. هي اعطي فاكت مشان انا. زين بعد انا اعطي فاكت وما يقدر يجيب بلاش. ليش؟ يشتري واحد 225. ايه دواء مال السكر. هي واحد فاكت. انت بس في شكر ما في شيء ثاني؟ وين؟ في كوليسترول بعد؟ ايه قول والله. والله كوليسترول دواء في قول والله العظيم. والله لازم موجود. انا اجيب دقيقه انا اجيب اشوف اشوف اشوف. لا 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 تكذب تكذب تكذب. دقيقه انا اجيب.
مشكلة مشكلة هاي غرفة المشواي ها دير المشواي روحها الحين عبارة عن دخنت وظهر الحين هو يتحراني مشد بالساري يبلي الدواء مال الضغط ومال السكر حليلك يا محمد هذا ابو المطبخ اي شو غدا اليوم؟ بدأ شو العشاء؟ ها؟ وين؟ شو؟ مقلش شو هذا كان عدله شو؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام خبز هذا؟ شباتي هذا؟ يا سلام شكر؟ بعد خبز شكر؟ فلك الله وين؟ ها هذا دواء؟ هذا مال سكر هذا مال غنم مال بكري مال غنم هذا مال زي نعم كيف هذا غنم مال بكري هذا هي نعم وين عاطمك هذا انت اسم؟ هذا كريم بورلي كريم بورلي هذا مال غنم انت دكتور كبير خير صدق والله فهم كم مال هوش مال بكري شو مال هوش ها هذا مال عيون شو بلاهم بعد عيونك هذا مال كوليسترول يا ربي كم نمونة مرض فيك انت 100 كم 120 الحمد لله كم الحين تقبض معاش 3000 تقبض معاش انت راس معاش مالك كم كل شيء 20 20 حتى محمد 20 تحت كم تقبض كبير محمد اعطي 20 هذا شو هذا سمسم هافولترين هيك يشتري 25 درهم 15 درهم الحين 200 كم انت شوف انت ترى غلاء معيشه الحين انت اول ما جيت الامارات كم معاش 300 صبر صبر وقت انت يجي اول امارات كم معاش انا هي ما تسوي كذا بابا اعطي 800 كم سنه اول كم سنه 12 سنه زين والحين كم معاشك شوف اول في بلاد ايش كم الحين كم معاش الحين 3000 شو 3000 ها عيشو تنين ألف الحمد لله أنت ما في شهادة ما في تكنولوجي أنت يجي من جنجل يحصل تنين ألف هني نفر يدرس كوليج وعزرائيين وطحنت الزمان ما يحصل 3000 قول الحمد لله إيه ما يستوي خوف هذا نمونة ها صبر 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 أنا شوف دكتور أنا أجيب فطورة عشان أنا أجيب دواء مال دواء أنت تجيب أنا شي خصني هو أنت شك لا أنا ما يلبح حرسيت أنا ما داني حد يطلبني. أنت ما يقدر يجيب دواء؟ لا لا لا. هي داخل سيارة مالتي أنا أشيل دواء هذا. هي. رك سيارة مالتي. زي ما بالحين قبل ما أصير. قطن بعدين أنت يا رب. الخير يوم أقولك ما الهوش. خير هذا على هالمتل؟ أنا أكل هذا. على هالمتل وايد كبير هذا حبوب. بتموت إيه؟ تنين مرة هذا أريد. خير. هذا أريد وايد مرة. هي. من كوليسترول. هي. هذا اريد واحد مره شوف انت هذا كله امس جبت دكتور واحد شهر هذا كلش هذا ملايين هذا كله حق واحد شهر واحد شهر هذا الحين شوف انت كم يجي فلوس هي. بعد شوف تنين مكان 30 30 60 درهم هي. سو فايل هي. واحد ايون واحد مال دوم هي. مال فايل فايل ما تشوف شيء اول في فايل انت سافر البلاد بس خلاص انت ما يجي تعال شو الحين بز ايه شو سوي شو اسمك محمد شو سميته بنت الحين نام لا والله سوي تشنج ولا سمسم انا ما في بالي لا والله ما يسوي مسخره كل شنو فرز اعلان مين دخل امارات انت كيف يعني تسمي بنتك من جوع محمد ما يسوي مسخره لا شو اسم ركب اي اسم سم فاطمه امنه حصه خديجه اي اسم مسمينها من جوع مينون انت ما يسوي لا تسوي بدل حباب من بابا ان شاء الله لا كلش نفرات زعلان ان شاء الله اسم وايد عندهم دورت اخس اسم في الدنيا ان شاء الله ان شاء الله يلا شكرا علي انت بالذهب علي ساكم الحين تسع تسع كانها شوف علي تعطيك شوية يا سلام يا سلام شوف هات سولي حقي انا سولي وفاطيتين بس علي هذا العود حقي انا زين
انتم ما تبون مسوي تخلون قلا. لا انا ما لا ثاني ها ثاني هم مناسبه شي شفته جش و جش وصافي. لا جش وقطه هي بسكوت شفته بسكوت ثاني هم مناسبه بس قال مال شيء بعد غير ما ما رويتوني. ايوه يعني عباره بصل مشيوط ويا فلفل وجش من الصغار. زين شكرا شكرا ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. بطنك هذه يعود هالمثل ما زدت قص الله تحلب. اربلات هالبطن وجود الباقي هاي هم اقول لك بطن الملباري هاي بطونهم الملباريه. غرب الله تسره تحرى يفر يا غير مي فرح سره خيب لو تسلقط في فنيال من الكبار تسلقط فتاق بعو في ما ندري شو بلا والله اني زغت براي بخلي ما في شيء غلط بطن بطن انسان يعني ما بدنا شيء حينه حرام لو شياته يعبون البترول مفتاحه في محمد بن عبد الله. السلام عليك. وعليك السلام. كيف حالك؟ اخرتنا يا ابوي ترياك. توني من ابو ظبي. يلا غايت العشاء ولا؟ يلا. يلا يلا. يلا بن حضيبه. حضيبه صدق جاي العرب كلهم يتخبرون عنك. هذا ابوي بن حضيبه يتخبرون عن هذا. خير وسهاله ولا عليه اي باس. الحمد لله رب العالمين. تستاهل يعلك الخير ان شاء الله يعلك يعلك في خير وزود خير. امين اجمعين ان شاء الله. نسخرك ان شاء الله بنت الحلال. امين امين. يلا عشاء قوم. يا سامي حكي في خاطري اكمل السالفه. يلا يلا عشاء عشاء يلا يلا عشاء ها بالحضيبه خلص سخر لك الارض من عليها يا ابن حضيبه يرزقك ان شاء الله بنت الحلال. انت انت ابو يوهر انت ابو يوهر اكبر من البكي يا بنت زرمسو يا ربي والله ما كملوا القصه. انا مساحه للجمهور ايه ايه انا طالب منه الطلبيه. ايه فنان فنان رقم واحد. ايه هذا هذا مالي يعني هذا حد يقربه بس هذا؟ ايه لا هذا وصافيتي جديده؟ هاي واحده قبل ما حد يتنقاها. هاي الثانيه ايوه وهذا ها ماضيه ويا بيض ويا بيض ماضي ويا ويا طماطم وبصلها للي من برا قبل القبائل وبدي حد هذا صوبكم. هذا السولي اللي تعيدون مساء على التاب. هذا السولي وحي 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 هذا السولي المساعي هذا حين السولي هذا السولي اللي نشوفه يا سلام سلام. هذا ابوي شهل الشويهات فتت سمعت يا سلام يا وشو هالكبد حار يا ريال انزين حار بنت رياض والله العظيم زين فيني انا الله يسلمك يوم اكل اكل استاسا براق اشل ابوي هاي سلايه الظهر وانظف اسمك كثير ها وتبارك كلهم احنا نشرب الصبحه كلهم نشرب مشاهد اني بن حضيب خير قلت له ابوي يلف لي اللومي لين عصرت يمعه وانا عيبني كل لقمه احط فيها قطيعتين من اللومي هذه اللاف عاده اللي اللاف هذا اقول لكم رد على موضوعنا اشيل هالاطراف المطاميط ها ويازم ها هذا على ما تشوفون بنضوي اللي في الدنيا كله فيه هذا عادي بس الهنمونه اكسر هاي هالكويت يسموها العجوة والدين حد يسمي دين حد يسمي عجوة ترد عادة أنا ما تشوف أيوة أيوة شوش كايم هي كان شوف الله شوف الكبد الكبد روحه ترحب وتزقر هذا دي شو يقوله وإنه ما بصافي بعش قايل ما بسمين إيش قاعد بعد السمن خضر وحمرة أسمن عن شيء ما شيء قوس قوس الشحم حلينا الاول يوم صغار او انا لا تاكلون سمك وايد
تاكلوا عيش وتحلوا بالسمك. الحين انا لا جالب الايه اكل سمك وتحل بالعيش. الاول ليش او نسوي برص ولا لا تشربون لبن يوم تاكلون السمك لا تشربون لبن. وتمت العاب دهر الحوت والدر والحوت سم المنعوت الاول اول الدر در الحلال ويا السمك الحوت اولنا سم المنعوت. ترى السمك ما يسمون السمك روحه جمله يعني حوت. والدر اللي هو اللبن او يوم بتخلطوا يا هذا سمريج بتموت اولنا. كلها العرب الحين تلطم ابوي الحين يسوون لبن بالسمك. شوف ها كلتي ها كلها حط لها ضربه وتازم هاي روحها هاي شاكل هذه ها. المهم ابوي تصبحون على خير وان شاء الله بنام بس وياكم باكر ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحي بيوم يوم الله رمس ما قصرت. يلا تصبحون على خير.